سعيد كم سنه؟ 32 سنه عبد الله طيب. سعيد يعني 34 سنه. طب خلينا نكمل لكن نعرف ماذا حدث في المؤتمر الصحفي لخفير اجيري، برضو مهم جدا نعرف كلام خفير اجيري وماذا قال من زميلنا احمد عصام النقد الرياضي باليوم السابع. استاذ احمد، ماذا حدث بعد نهايه المباراه؟ طبعا لو تنقل لنا اجواء الاستاد بعد نهايه المباراه وايه اللي حصل ما بين الجمهور برضو، يعني لا الكلام يعني اقصد ما بين الجمهور وبيقولوا ايه على فوز مصر بهدفين مقابل لا شيء، وبعد كده بقى اتكلمنا عن المؤتمر الصحفي. مساء الخير يا كابتن هشام. النهارده الحمد لله اليوم اخف بكثير من يوم الافتتاح، حتى ظهر فعلا على الجماهير نفسهم، الجماهير خارجه مبسوطه. الماتش النهارده كان يخوف، نتيجه الماتش الاولاني كانت بالنسبه لكونغو ما كانتش بتعبر عن الفريق. النهارده شفنا فرقه محترمه قدامنا بتلعب كره هجوميه بتهدد المرمى، خاصه النهارده 19 محاوله على مدار 90 دقيقه. الناس كانت خارجه مبسوطه جدا من المباراه، الحمد لله يعني قدرنا نكسب ونتاهل لدور ال 16. ده كان باين طبعا، الناس قعدت تحتفل في الاغاني اللي هي بتبقى في الاستاد بعد ما الماتش بيخلص، الناس كلها كانت بتغني وترقص واجواء مثاليه جدا النهارده. تمام، ماذا حدث في المؤتمر من خفير اجيري؟ الحقيقه المؤتمر كان زمايلنا المصريين كانوا مركزين على موضوع عمرو ورده اللي اختطف الاضواء النهارده من المباراه نفسها بعد استبعاده صباحا المؤخر. رامي سال على ايه رايه في اللي حصل، وهل كان في كلام ان اللعيبه هتقدم طلب ان ورده يرجع. الراجل الحقيقه قال ان ورده ده يعتبر واحد من العيله بتاعته، ولكن اللي حصل حصل، وهو بالاتفاق مع اتحاد الكوره تم اتخاذ القرار باستبعاده. وقال ان المنتخب مش بيقف على حد، هو بالنسبه له دلوقتي اهم حاجه يركز على ماتش اوغندا اللي جاي، هو خلاص ضمن التاهل. فبيتكلم على انه هيحضر بقى لعيبه جديده هتشارك قدام اوغندا، لان النهارده بيقول ان اللعيبه كان في ظهر الارهاق على بعض اللاعبين. ثاني ماتش في خلال اسبوع اهو، وفي نهايه موسم كمان، فقال انا لازم اريح بعض الوجوه وهشرك وجوه جديده. وكان اتسال على يا ترى مين اللي هيكون عليه الدور يظهر ينضم يعني للتشكيله دي، ومين هيخرج احتياطي. الراجل الحقيقه رفض ان هو يجاوب، وقال ان هو مش وقته الكلام دوت، يعني هيعلن عن ده يوم الماتش. تمام، هل هناك اي شيء اخر قاله خفير اجيري بعد المباراه؟ لا، هو اجيري كان برضه سال على موضوع ليه كانت منتخب الكونغو كان بيوصل للمرمى كتير. فالحقيقه الراجل برضه كان منطقي جدا، قال يا جماعه احنا بنلعب ماتش كوره وبنلعب فرقه محترمه، فرقه عندها اسامي كبيره بتلعب في اوروبا، طبيعي ان هم يهاجموا، لكن المهم ان احنا خرجنا بدون ما نستقبل هدف، وده بيدل على قوه حارس المرمى وقوه الدفاع، وهو ده اللي كان الاهم بالنسبه له، ان هو يخرج من غير ما يستقبل هدف. والاجوال جت يعني، هو كان قايل انا اهم حاجه بالنسبه لي ما استقبلش، والاجوال كده كده هتيجي مع الوقت. طيب ماذا قال المدير الفني للكونغو بعد نهايه المباراه؟ الحقيقه مدرب الكونغو كان يعني عنده شعور كده بالاحباط. الماتش اللي فات كانوا اتخطفوا من اوغندا وخسروا 2-0، وكانوا بيلعبوا في درجة حرارة عالية، الماتش كان بيتلعب الساعة 4:30 العصر، فتحس إن كانوا الناس يعني إلى حد ما تقبلوا الهزيمة، وبعديها اللعيبة اجتمعت في مقر الإقامة وتعاهدوا على الفوز. قال إحنا اللعيبة لما تعاهدوا على الفوز أنا يعني معنوياتي ارتفعت، والاجتماعات اللي حصلت في مقر الإقامة دي خلتني متفائل. وبالفعل إحنا كنا الأسبوع اللي فات الأسبوع ده كله كنا بنجهز نفسنا وعارفين إن ماتش مصر هيكون صعب، لكن كان في شويه مشاكل عند الفراعنه واحنا كنا مركزين عليها ان احنا نستغلها، لكن للاسف النهارده ما قدرناش نعمل حاجه، وما قدرناش يعني نستحمل الضغط الكبير من الفراعنه، سواء من الجماهير او من الكره الهجوميه اللي بيلعبوها او من الاستحواذ. لكن هو قال هو لسه قدامه فرصه ان هو يتاهل، طبعا انت عارف ان في افضل توالت، نعم افضل اربع توالت، يعني هو لو كسب ماتش ممكن يكون في الصوره. هو قال انا قدام الماتش الاخير قدام زيمبابوي هركز انا ولاعيبتي ان احنا نكسب الماتش، نكسب عشان نتأهل. احنا عمليا لحد دلوقتي لسه موجودين في البطوله وهنتمسك باخر فرصه لينا فيها. في المؤتمر كمان كان في محمود تريزيجيه، انت عارف الكاف اللعيب اللي بياخد جائزه افضل لاعب في المباراه، محمود تريزيجيه كتبها، بيتعمل له مؤتمر صغير كده بيتسال سؤالين قبل دخول المديرين الفنيين.
فكان تريزيجيه معانا النهارده في المؤتمر واتكلم برضو على ازمه عمرو ورده. قال عمرو ورده هو اخ لينا كلنا، واحنا كلنا طبعا مستائين من اللي حصل، وعمرو ورده يعتبر يعني هو مش يعتبر، قال عمرو ورده بشر فعلا، وان كل البشر وارد ان هم يقطعوا، يعني هو بيطالب بس ان ما تبقاش قاسيه قوي عليه كفايه اللي حصل. وعن الماتش بقى قال ان هو سعيد طبعا بان هو كسب جائزه افضل لاعب في المباراه، وده هيدفعه المزيد من التالق وان هو يقاتل اكثر في الماتشات اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا احمد عصام الناقد الرياضي باليوم السابع، شكرا جزيلا لك على الحقيقه.